شو بدك زيارة طلع مش تمام؟ يا اهلا وسهلا في الدكتور يا حي الله بيك. يا هلا بيك. هلا عم ابراهيم. هلا عم ابراهيم. تعال تعال ابراهيم تعال. هلا بيك. اهلا وسهلا. خليه يطلع. عليك النوارة والله عليك النوارة. يا زلمة زلمة بحطك صورة. خلص وقف رسالة إلى جلالة المغفور له الملك حسين بن طلال، ومستنيين جهود إخواننا الجالية العربية والجالية الأردنية بشكل خاص للقدوم للمباشرة في توقيع هذه الرسالة، معبرين عن حبهم وانتمائهم وولائهم لوطنهم الحبيب، وبالدرجة الثانية إلى الأمة العربية جمعاء. إن شاء الله أنه الرسالة مع الدكتور محمود الجعافري تكون على خطى التوفيق والمسيرة السهلة وبدون صعوبات، والله يوفقنا الجميع لخدمة أمتنا وشعبنا ووطننا، ونكون دائما دعاء للسلام ودعاء لكل شيء يدعو للإنسانية. وأشكر الجالية الأردنية والجالية العربية لما قدموه من خدمات معنوية ومادية، وأشكر الأستاذ إيليا حداد، يوسف إيليا حداد أبو إيليا، والأستاذ فارس حداد، والدكتور سعيد الحلو أبو إبراهيم. Thank you very much and we'll see you soon. مناسبة تجديد بيعة الولاء لجلالة الملك عبد الله وتقديم عهد الوفاء لروح الحسين الملك الإنسان ملك السلام لمن شق عليهم المساهمة في رسالة الحب والولاء الجزء الأول اللي تمت في الأردن أثناء مرض جلالة الملك الله يرحمه. وهذا إحنا جينا على أمريكا بحيث إنه تكون المساهمة، كل إنسان عنده انتماء وطني من الإخوة الأردنيين، وكل إنسان عنده حب صادق لأمة العربية من الجالية العربية في أمريكا في كل الولايات المختلفة، وكل إنسان مؤمن بالسلام، كل إنسان عنده إيمان راسخ في عظم وإجلال رسالة السيد المسيح عليه السلام. وإحنا باستعداد على قدم ساق كل العالم للاحتفال برسالة الرسول العظيم بعيد ميلاده 2000. هذا الرسول اللي أتى للعالم من غير ما يكون على مدفع أو على رشاش، أتى برسالة المحبة والسلام والإنسانية، نابذ العنف ونابذ الإرهاب، نابذ جميع أنواع التسلط. كانت دعوته فيها التسامح، وأنا بحاول أني أكون بصوت واحد مع كل المؤمنين برسالة السيد المسيح وعندهم إيمان راسخ بسلام عادل ما بين أبناء البشرية، أن تكون صرختنا هذه أمام أصحاب القرار. قد يسأل البعض لماذا كانت هذه الرسالة، حتى لا نكون شهود زور على هذه المرحلة التي تزيد فيها الحرائق في بقاع شتى من العالم،
وتنتهك فيها الحريات الإنسانية والكرامات الإنسانية بمسميات كثيرة وبأسلحة دمار شامل كثيرة وبتنوع كثير من الحروب بقرارات من أصحاب القرار. ندعو جادين وصادقين لأصحاب القرار بأن يكون هنالك قرار إنساني في عام 2001 نرتقي فيه بإنسانيتنا بإيقاف الحروب بالتقليل من الكوارث وسيلان الدماء البشرية. برجع وبقول برسالتي هذه وصرخات الإنسانية بكل اللي راح يتضامنوا كتاباتهم معي طالب إن ما راح نكون شهود زور على سلام هش، سلام بارد في غرف مبردة. إحنا بحاجة لسلام عادل يكون مسلك ونهج حياة للبشرية يتعاملوا فيه كل أفراد البشرية بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو لونهم أو مكان عيشتهم الجغرافية. ندعو صادقين بصلاة جماعية، صلاة الخلاص للرب حتى نخلص من ما نعاني، من ظلمنا لأنفسنا ونوقف جلد الذات. مع شكر وتقديري لكل إنسان وقف مع الرسالتين أو ساهم معنويا أو ماديا أو إنسانيا في مؤازرته أو في مشي القدم للوقوف بجانب الرسالة والتوقيع عليها فهو مساهمة عظيمة محسوبة، والشكر للجميع. إن شاء الله أتمنى لك النيابة عن جميع الأردنيين وجميع الهيئة الإدارية، أتمنى لك الخير والأمن والسلامة، إن شاء الله بتضيف كل الأخبار العالم اللي أنت حابب ترحب بمحطة المحطة تنتهي ببيت لحم. إن شاء الله. جميع الأردنيين بتشكر وجودك هون حتى انك تنجز هذا الانجاز العظيم. ان شاء الله السلام يعم على جميع انحاء العالم. شكرا جزيلا لك على هذه الرساله. مع السلامه. يعني ما يسعني الا اقدم الشكر الجزيل للجمعيه الاردنيه ممثله والمؤسسه الاستاذ فارس حداد. ولا انسى سعيد الحلو ابو ابراهيم الرجل المضياف اللي وجهت لي اكون في جنح كرمه العالي في بيته. هذا العمل والاستاذ جورج سعد هذا الدكتور الفاضل الذي يحاكي الكلمه نغم بوطنيته العاليه والتصاقه بوطن له مني كل الشكر والتقدير لتكون شهاده مني للاجيال باريحيه هذا الرجل الاستاذ الدكتور جورج سعد على بعد الاغتراب عن ارض الوطن وتواجده باريحيه والوطن بداخله. الشكر مني للجميع لكل انسان حتى لو ساهم معي بابتسامه وضحكه، وللعم صالح الفاخوري بكل عصبيته وحبه وشهامته الانسانيه وخوفه على وطنيته ومبدأه الاريحي بالكم الهائل من العصبيه بالعروق العربيه والنخوه العربيه الصادقه الاصيله. الشكر للجميع. اتمنى لك فارس بالنيابة عن الجمعية الأردنية الأمريكية لجنوب كاليفورنيا نقدم لك هدية رمزية متواضعة ونقدم لك شك لحتى تكمل هذا المشوار العظيم. شك بسيط لأنك أنت بحاجة إلى مادة وبحاجة إلى دعم معنوي وإحنا معك حتى نرى هذه الرسالة في بيت لحم. إن شاء الله. هذا كما شريك. شكرا للجميع. خليني ارحب شاكر كل جهودكم. الاخ الدكتور جورج سعد بحب يلقي كلمه، تفضل. انني بالنيابه عن رفاقي في الجمعيه الاردنيه لجنوب كاليفورنيا باعتباري عضو شرف فيها وهذا يشرفني. ارحب بالدكتور العزيز على قلوبنا وعلى جميع أبنائنا عربا والعالم بقدومه إلينا وبدعوته إلى رسالة السلام. وإنني لأسأل الله تعالى بأن يحقق هذا الدكتور بلسانه وفضله وعلمه وإرادته وقوته ونخوته الأردنية العربية ولو شيئا بسيطا من هذا المعنى الحقيقي والإرادة.